أنا أحمد حسن راح الحمية الله الله مهدلي لأن المرحوم ما يترك خوية مكرم اللطيف مكرم في الصخية وإحنا قوم العبدلي سلام الله عليكم والتحية يا عين يا سلام الهاشمية قوم مهدلي تتلقينا من المرحوم وصية الحال أحمد حسن راح الحمية الله الله مهدلي الحال المرحوم ما يترك خوية نكرم اللطيف بالكف الصغية واحنا قوم العبدلي يا سلام الله عليكم والتحية يا لعارج السلال الهاشمية قوم مهدلي تتلقينا من المرحوم وصية شيخنا أحمد حسن راح الحمية الله الله مهدلي شيخنا المرحوم ما يترك خوية مكرم اللطيف بالكف الصفية واحنا قوم العبدلي سلام الله عليكم والتحية لعارج السلال الهاشمية قوم مهدلي تتلقينا من المرحوم وصية شيخنا أحمد حسن راح الحمية الله الله مهدلي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير، مساكم جميعا. كيف حالكم طيبين؟ طيبين طب حالك. والله يا جماعة حتى لو كان الداعي وعلم الله ما نعد أنفسنا أغراض احنا من أهل البيت. واحنا منكم وفيكم. واحنا إخوانكم. واحنا أصحاب. واحنا جيران. احنا من وسط البيت لكن تحت العادة والسلوك إن احنا نجيب الصفوف إلى المفروض احنا مستكبرين وقيف معك. مرحبا بكم. سلمكم الله جينا على داعي واحد ومحب ومعز من الاول ومن الحديث عاجلين ومعي حال ساكت قدموني الشيخ يحيى والوالد واعمامي وانا والله ما نحن قدمها لكن ما قدموني الا انهم مقدمين فاسال الله ان يكرمهم عند مولاه مع العطاء والمعطي الله سر ما بيننا وبينك لا نعلمه كما ان احنا من اهل البيت سلامتك الاشراف العبادله وعلى راسهم اخي وعضيدي يحيى بن حمد بن حسن العبدلي ووالدي الذي سبقني بالجمايل في منزلي والدي يحيى بن حسن العبدلي الله يخلف عليكم احنا نعتبركم مضيفين وانتم اهلنا وجملتنا الليله بين قبائلنا الله يحييكم عطاكم وافي وأنتم أوفى ومتحدثكم ما يحتاج والله يحييكم تفضلوا وراكم صفوف إلا والله ودي أرحبكم حتى الصباح